بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموجز عن هلال شهر شعبان. في هذا الموجز سوف نتابع ما سطره علماء الفلك بالمركز مركز الفلك الدولي، مشروع رصد الأهلة، المشروع الإسلامي لرصد الأهلة و نتائج رصد الهلال لشهر 1438 هجرية بناء على الحسابات الفلكية التي لا تشوبها شائبة، لأنها من المفروض أن تكون بنسبة 100%، وذلك لأنها حسابات دقيقة قائمة على مئات السنين من الدقة، إلا في عصرنا هذا الذي أشار فيه الإمام ناصر محمد اليماني لحادثة، وهي حادثة إدراك الشمس للقمر. فيحصل للقمر ما لم يكن في حسبان علماء الفلك، ولا يدرك ذلك إلا من له لب في فهم القرآن العظيم وفي بيان الحق من ذات القرآن العظيم، ولم يكن لأحد أن يصطفيه الله بمثل هذه الملكة سوى الإمام الذي علمه الله علم الكتاب، الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. ماذا نريد من هذا الفيديو أو هذا التسجيل التصويري؟ أولا نود أن نبين أن الخلل حصل ويحصل، والآن في هذا الشهر شهر شعبان حصل الإدراك، وسوف يحصل إثبات ذلك عند ليلة الانتصاف من الشهر التي تحدد الغرة. طيب، الآن ما الذي يقوله علماء الفلك؟ فالتحدي الآن أن علماء الفلك هم حساباتهم دقيقة على سنين مضت، أما الآن وفي عصرنا هذا من بعد بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني فهناك خلل في القمر، ولكن علماء الفلك يكابرون. الآن فلننظر ما يقوله علماء الفلك. يقولون أن 26 أبريل نيسان 2017 بالأحمر، اللون الأحمر رؤية الهلال مستحيلة، كما ترون رؤية الهلال مستحيلة ومكتوبة في اللون الأحمر عند مفاتيح الألوان لهذه الخارطة، فيقولون اللون الأحمر مستحيلة رؤية الهلال يوم الأربعاء، أما اللون الأخضر فيقولون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة. يتوقعون على حسب هذه الخارطة البيانية أن الخميس 27 أبريل نيسان 2017 في منطقة الشرق الأوسط يمكن رؤية الهلال كما أشاروا، وبذلك يقولون باعتماد التقويم الهجري المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر في النطاق الشرقي تكون يوم الجمعة 28 أبريل نيسان 2017،
وبداية الشهر في النطاق الغربي تكون يوم الخميس 27 نيسان 2017. الرجاء ملاحظة أن التقويم الهجري العالمي يعتمد على الحسابات المسبقة، أي لا ينتظر الرصد العملي ورؤية الهلال، وهو يتبنى معيارا معينا لبدء الشهر الجديد. وقد تتبنى بلدك أو منظمتك معيارا آخر لبدء الشهر، لذا فإننا ننصح بشدة أن يتم الاطلاع عما جاء في صفحة التقويم الهجري العالمي في موقعنا قبل إصدار أي أحكام. والآن هم سوف يضيفون النتائج تحرير الهلال. لنرى نتائج تحرير الهلال الآن 26 أبريل 2017، وهذا هو 26 أبريل كما قلنا هو يوم الأربعاء. إذا بعد مغيب الشمس يوم الأربعاء أي ليلة الخميس الهجرية، هل حصل رصد؟ يقولون في المغرب لم تتم رؤية الهلال، الولايات المتحدة لم تتم رؤية الهلال. الآن 27 أبريل كما ترون هو يوم الخميس، يوم الخميس أي عند غروب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة، هل تم الرصد الهلال 27 أبريل في يوم الخميس؟ نعم، بعد غروب الشمس تمت رؤية الهلال، أي هم كانت في ليلة الجمعة في أستراليا، وتم الرصد أيضا بعد غروب الشمس في المغرب. المملكة العربية السعودية وقت الرصد قبل الشمس تمت رؤية الهلال، المملكة المتحدة بعد غروب الشمس تمت رؤية الهلال. على العموم في السعودية كانت بالسي سي كاميرا قبل غروب الشمس. على العموم المغرب كانت تمت رؤية الهلال بالعين المجردة وقت الرصد. المملكة المتحدة وقت الرصد بعد غروب الشمس أيضا تمت رؤية الهلال بالعين المجردة. إذا وكذلك الأمر في أندونيسيا، في إيران، في بنغلاديش، جنوب إفريقيا، في سريلانكا. إذا بعد غروب شمس الخميس وهي ليلة الجمعة تمت رؤية الهلال أيضا في سلطنة عمان، يعني في شبه الجزيرة العربية، هذا بالعين المجرد. لم تتم رؤية الهلال بالعين، لم تتم رؤية الهلال بالمنظار، تمت رؤية بالمرقب، تمت رؤيته بالمرقب في، وهذه هي الصورة في سلطنة عمان. إذن بداية الشهر تمت في 27 أبريل، كانت في البحرين، الكويت، قطر. أما 28 أبريل وهو بعد مغيب شمس ال 28 أبريل، هذا معناه أنهم بدأوا، نرى مرة أخرى، الخميس كان 27، إذا 28 أبريل كان الجمعة، وذلك في هذه البلدان التي ذكروها، منها السعودية، أوكي، وهي يوم الجمعة. إذا 28 الجمعة، بينما كان في البحرين والكويت وقطر كان يوم الخميس، يوم الخميس.
إنه أول شعبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الجزء نحن سوف نلاحظ تقويم أم القرى، وسوف نوضح ما هو المتوقع بحسب الإدراك، مخالفين بذلك علماء الفلك، وما أصدر في الصحف الرسمية من تاريخ بدء هلال شهر شعبان. فهذا التحدي تحدي واضح لعلماء الفلك. هذا الاستنتاج استنتاج شخصي، موقع منتديات البشرى الإسلامية ليس مسؤول عما أقوله، بالرغم من أني من الأنصار، لكني أضع وأتحفظ في هذا التسجيل حتى إذا أراد أي من علماء الفلك في التحري والمحاورة فعليه بزيارة موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، والاستفسار عما نستفهم عنه، وهو مسألة الإدراك التي أثارها الإمام ل 12 سنة، ونحن أنصار الإمام نقرأ في بياناته عن هذا الأمر. إذن الغرض من هذا الفيديو هو فقط مشاركة في المنتدى مني، مشاركة شخصية، وهي مشاركة لإثارة التحدي لمن أراد أن يتحدى من علماء الفلك. والآن فما هو التحدي؟ التحدي أن هناك خلل في القمر، وأن ميلاد الهلال ليس كما ذكره علماء الفلك وما أفتى به وصدر في على نطاق الدول الإسلامية. فبعضهم أشار كما وضحنا أنه يوم الخميس البدء، وبعضهم أشار أن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة. وهذا هو تقويم أم القرى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تقويم أم القرى، التاريخ أبريل إلى مايو 2017. الآن بالأصفر هو التقويم الميلادي، وبالأبيض هو بداية الشهر الهجري أو التواريخ الهجرية باللون الأبيض كما هو موضح. إذن هم حسب التقويم يوم الخميس وواحد شعبان وافق 27 أبريل، ومعنى ذلك إذا حسبنا أسبوعان فمعنى ذلك أن الانتصاف كما هو موضح يوم 15. إذن الانتصاف الشهر يبين الغرة، يوم 15 سوف يكون منتصف الشهر، و29 مفروض أن يوافق 29 يوافق
25 يوافق 25 مايو، 25 مايو المفروض يكون هذا يوم رؤية الهلال لهلال شهر شعبان. آخر رؤية للهلال. على العموم الآن إذا تتبعنا هذا ما يقوله التقويم وهذا ما يثبته. إذن يوم واحد يوم الخميس، يوم الخميس وواحد شعبان، المنتصف 15 شعبان، إذن يوافق 11 مايو، والجمعة 16 شعبان وافق 12 مايو. الآن ما هو التحدي؟ ما هو التحدي يا علماء الفلك ويا من أصدر الفتاوى؟ ونحن من وراء إمام أعطاه الله فهم القرآن العظيم، ونقول أن الإمام المهدي المنتظر حق، وهو ناصر محمد اليماني، وعليكم بأن تضحضوا هذه الحجة إن استطعتم. فما هي الحجة؟ الحجة عليكم أننا نقول أخطأتم، وليس الخطأ في حسابكم، بل حسابكم دقيق، إنما الخطأ وذلك حصل لأن هناك خلل في الساعة الكونية للقمر، للشمس والقمر، وسببها بينه الإمام المهدي، ومن أراد أن يفهم السبب فليحاور الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في موقعه منتديات البشرى الإسلامية. الآن فما هو التحدي؟ التحدي أن التاريخ بداية الغرة لهذا الشهر، شهر شعبان، ليس ما كما قلتم، بل هو كان يوم الثلاثاء الموافق. على حسب ما نتوقعه من الإدراك في هذه المشاركة الشخصية، أن يوم الثلاثاء 9 مايو سوف يكون اكتمال البدر، وليس يوم الخميس كما توقعتم، بل يكون يوم الثلاثاء، وسوف يتبين ذلك أن أيضا غروب البدر الأول يوم الثلاثاء 9 مايو سوف يكون في عند وقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي عند صلاة الفجر. وأما البدر الثاني يوم 10 مايو، وهو البدر الثاني، ويتبين ذلك عند وقت الظل، أي قبل شروق الشمس، سوف يغيب القمر في ليلة البدر الثانية. أما ليلة البدر الثالثة فسوف تكون ليلة البدر الثانية هي يوم الأربعاء، أما ليلة 17 وهي الليلة التي سوف يغيب فيها البدر بعد شروق الشمس، وبذلك يتبين أنها كانت ليلة 17. لذا سوف نبين أن الانتصاف كما قلنا سوف يكون يوم الثلاثاء، بعكس ما يقولونهم، وهم يقولون أنه يوم الخميس، ويوم الأربعاء هي ليلة البدر الثانية، ومواقيت الغروب للليلة الأولى ليلة الثلاثاء عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بيوم الثلاثاء
صلاة الفجر، ويوم الأربعاء سوف تكون قبل مغيب الشمس في وقت الظل، أما ليلة السابع عشر يوم الخميس بعد أن تشرق الشمس بفترة زمنية طويلة نوعا ما. إذن تاريخ اليوم هذا التوقع توقعناه في 30 أبريل يوم الأحد 2017، وسوف نرى هل صدق علماء الفلك وما أفتوه وما ذكره التقويم أن الخميس هو يوم ليلة الغرة، وبذلك المنتصف سوف يكون يوم الخميس أيضا يوم بعد مرور 14 يوم، أي يوم ليلة الخامس عشر سوف تكون الخميس، أم كما نتوقع نحن في هذا الأمر بمشاركة شخصية متواضعة، القصد منها إثارة الحوار بين علماء الفلك وبين من يريد أن يتحدى الإمام المهدي المنتظر، وسوف تكون على حسب هذه المشاركة الشخصية، وحتى من أراد أن يحاور الإمام فليحاور فيما يفتيه الإمام في بيانه، إنما هذه محاورة أو هذا التوقع توقع شخصي، والمنتدى ليس مسؤول عنه. إذن الآن الثلاثاء 13، الثلاثاء بحسب التقويم هو يوم 13، إنما نقول نحن أن هذا هو المنتصف، بل هو اليوم 15، وسوف يتبين ذلك بالإبدار، فالإبدار سوف يكون الثلاثاء، أما الأربعاء سوف يكون ليلة البدر الثانية. وأستغفر الله العظيم، أرجوكم وارحم، وسلام عليكم.